يتجدد مع شؤون عربية ومقاربات عربية ونذر أكثر قربا للتطورات تحديدا في لبنان، وربما هناك دلالة لإحياء ذكرى اتفاق الطائف مع خضم أحداث متصاعدة وتحديات متلاحقة تشهدها لبنان على مختلف الأصعدة. نبدأ مع حضراتكم بنشرتنا الإخبارية العربية كالمعتاد، ونتوقف في البداية بالتأكيد مع أول خبر خاص بالانطلاق المرتقب الأحد لأعمال قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ. وتبحث القمة التي تستمر أعمالها حتى 18 من نوفمبر الجاري سبل التوصل إلى اقتصاد عالمي أخضر ومساعدة دول فقيرة معرضة لعواصف مميتة وموجات حر وجفاف وفيضانات بسبب ظاهرة التغير المناخي، وذلك بمشاركة واسعة النطاق من قبل زعماء دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية. بالتأكيد مصر على موعد مع هذا الحدث الضخم بالغ الأهمية، الأنظار جميعها تتجه صوب مدينة شرم الشيخ دوما قبلة كثير من المنتديات بالغة الأهمية السياسية والاقتصادية، هذه المرة بشأن مواجهة ترقى إلى جسامة ما تفرضه التحديات المناخية من مخاطر على المستوى العالمي، ومشاركة قيادية واسعة النطاق على المستوى الدولي. كثير من التطلعات بالتأكيد تصاحب الانعقاد المرتقب لهذه القمة مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ. المزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا على الهاتف دكتور مجدي علام الخبير الدولي في شؤون البيئة. تحية لحضرتك دكتور مجدي. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم. بالتأكيد البيئة تفرض نفسها بقوة على الفعاليات المرتقبة لكوب 27 في مدينة شرم الشيخ، وارتباط وثيق بين البيئة والمناخ ومتطلبات هذه المرحلة، ودلالة لدلالة جغرافية وزمانية ومكانية سواء بالنسبة للدولة المضيفة أو لمدينة شرم الشيخ، وأيضا لهذا التوقيت بيتزامن مع كثير من التحديات وربما قناعات متولدة أكثر من أي وقت مضى بأهمية التكاتف في مواجهة هذه الظاهرة بالغة الخطورة. متابعة حضرتك كيف؟ هو الحقيقة طبعا يعني مدينة شرم الشيخ كمدينة اللي روحها دلوقتي ما يعرفهاش، مدينة على أعلى مستوى الحقيقة تشرف مصر يعني، والحقيقة الحكومة المصرية يعني قامت بمجهود غير عادي وفي وقت قصير. اللي يروح شرم الشيخ دلوقتي يعني يراها مدينة من أحسن المدن على مستوى العالم، وتصميمها والمساحات الخضراء اللي فيها يعني لم نكن نحلم بهذا الحجم اللي يصل ل 30-40% من مساحة المدينة مساحات خضراء. وأيضا طبعا في جزء كبير مهم في إن كل الأنشطة اللي مطلوبة من نقل ومواصلات وطاقة كلها أنشطة صديقة للبيئة. بالفعل هي مدينة خضراء، ولو هيبقى في مسابقة قريبا للمدينة الخضراء على مستوى العالم ستكون مدينة شرم الشيخ الفائزة فيها، ده من ناحية المدينة. أما من ناحية المؤتمر فمن المؤكد أن أنظار العالم كلها تتجه إلى شرم الشيخ، وطبعا تتجه لأمل حل المعضلة اللي فشلت طوال الفترة الماضية في التوقيع على اتفاقية المناخ بهدف التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وليس بهدف الخفض التدريجي. وده الحقيقة يعني لم يتمكن COP26 في انجلترا من تحقيقه، وبالتالي ستسعى الدول لتحقيقه في COP27 في شرم الشيخ إن شاء الله. الأدوات غير التقليدية المنتظر أن يخرج بها المؤتمر هذه المرة والتزام بتعهدات خاصة من الدول المتسببة في الأساس بهذه الظاهرة الخطيرة وتحمل التكلفة والفاتورة مع الدول الأكثر تضررا، كيف تنظرون إليها سريعا جدا في جملة ختامية بعد إذن حضرتك؟ الحقيقة طبعا يعني إحنا كل مرة كانت الخلاف في الجمعية العامة لاتفاقية المناخ على
انها مسؤوليات مشتركه وادوار مختلفه، فهم يقولوا لنا الدول العظمى له ادوار متساويه، لا احنا مسؤوليات كومن ريسبونسبيلتي وديفرنت رولز دي مختلفين عليها. احنا كومن ريسبونسبيلتي والرولز نفسها في الجزء المالي بالتحديد، والتقني على الدول المتقدمه ان تسارع بدعم الدول الناميه فيه، وده لازم يكون موضوع مطروح على يؤمل ان تخرج شرم الشيخ بهذه الاليه التي افتقرنا اليها في الماضي. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور مجدي علام الخبير الدولي في شؤون البيئه. دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في ختام ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني، دعا كافة الطوائف إلى عقد حوار إسلامي بهدف نفذ الفتنة والنزاع الطائفي. اسمحوا لي أن أجدد النداء مخلصا إلى الاستمرار معا في حوارنا هذا الإسلامي المسيحي والديني مع البشر عامة، فبه يمكن بتوفيق من الله أن نتحول بوثيقة الأخوة الإنسانية من الإطار النظري إلى الإطار العملي، وهذا هو ما يجب علينا اليوم ومستقبلا، وبسببه نأمل أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى إلى الاستجابة لتحديات عالمنا المشتركة. وثيقة الأخوة كيف تتحول من أقوال والتزامات مكتوبة إلى أفعال على أرض الواقع، وكيف يمكن لهذا الملتقى أن يشكل نقطة انطلاق لتحقيق ذلك؟ ينضم إلينا المزيد من المتابعة فضيلة الدكتور محمد العربي من علماء الأزهر الشريف وعضو الرابطة العالمية لخريجي الأزهر الشريف. كيف تستشرفون مستقبلا أفضل لتحقيق هذا التكاتف المنشود في الفترة القريبة القادمة بإذن الله؟ اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين والمشاهدات في كل زمان ومكان. ياتي مؤتمر الحوار في البحرين بمشاركه فضيله الامام الاكبر شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب ليعزز من قيمه الحوار التي اعطاها الاسلام واولاها الاسلام جانبا كبيرا، خاصه فيما يتعلق بالحوار بين الطوائف المختلفه. ولذلك عندما ننظر إلى أهمية الحوار على الإطلاق نجد أن الإسلام ينظر إلى الأديان كمقوم أساسي ومكون أساسي للثقافات المختلفة والمتعددة، والله سبحانه وتعالى يعزز قيمة الحوار بين الأطياف المختلفة، خاصة عندما يتحدث عن عموم الناس فيقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا أولا. ثانيا، عندما ننظر إلى المرتكزات الأساسية التي اعتمد عليها هذا المؤتمر نجد أنه ارتكز على محور التعايش السلمي بين الناس، وأؤكد على أهمية كلمة الناس ومصطلح الناس، وأيضا السلام الإيجابي بين الثقافات المختلفة والطوائف المتعددة. والعالم الإسلامي يزخر بجماعات دينية وعرقية متعددة تنال كل الاحترام وكل التقدير، وهذا إن دل فإنما يدل على وجوب تعزيز القيمة الحوارية بين الأطياف المختلفة. ثم أيضا لا بد أن نركز على أهمية هذا الحوار وعلى قيمة هذا الحوار بداية من الوقوف على مدلولات هذه المصطلحات التي تعتبر مفاتيح أساسية لأي دراسة تتعلق بالحوار بين الأديان، لأن الحديث عن حوار الأديان في غاية الأهمية لما يمثله الدين في نفوس أتباعه من قدسية عظيمة، ولما يمثله أيضا من مكون أساسي للحضارة الإنسانية، وباعتبار أنه أيضا هو الوحيد الذي يوفر لها ويمدها أي الحضارة الإنسانية بالقيم والمثل التي بها تحقق وجودها وكيانها وقوتها وشرعيتها وديموميتها الشريف. يأتي أيضا هذا المؤتمر ليعزز مصطلح الأخوة الإنسانية ومفهوم الأخوة الإنسانية،
ويؤكد ايضا على يؤكد ايضا مع اتباع الديانات الاخرى على ان الاسلام اشار الى اهميه هذا الحوار. فكل هذه الفعاليات ليست مستحدثه، بل ان الاسلام سابق الحديث عنها منذ اكثر من 14 قرنا من الزمان، وليس ادل على ذلك كما قلت من قبل من تعدد الجماعات الانسانيه في العالم الاسلامي، وهي تحافظ على خصوصيتها وتحافظ على تراثها وتحافظ على ثرائها العقدي والديني وعلى لغاتها وثقافتها، لأننا لدينا في القرآن عنوان كبير ألا وهو مدلول ومضمون قول الله سبحانه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وقوله سبحانه في آية ثانية لكم دينكم ولي دين. وكل هذه المعطيات ومخرجات الحوار الإسلامي هي الكفيلة بحق أن تواجه نظر الفتنة والطائفية في مختلف بقاع الأرض. بشكر فضيلتكم الدكتور محمد العربي من علماء الأزهر الشريف وعضو الرابطة العالمية لخريجي الأزهر. من جانبه دعا بابا الفاتيكان فرانسيس في كلمته في ختام الملتقى الذي عقد قبيل القداس الذي أقيم في ملعب البحرين الوطنية وحضره آلاف الكاثوليك في البحرين اليوم، دعا إلى تكريس مفاهيم الأخوة بين البشر. أمامكم أن إله السلام لا يقود أبدا إلى الحرب، ولا يحرض أبدا على الكراهية، ولا يؤيد العنف أبدا، ونحن المؤمنون به مدعوون إلى تعزيز السلام بطرق السلام مثل اللقاء والمفاوضات الصابرة والحوار، والتي هي أكسجين العيش المشترك. ومن بين الأهداف التي اقترحتموها نشر ثقافة السلام المؤسس على العدل، وأود أن أقول لكم أن هذا هو الطريق، بل ربما الطريق الوحيد، بما أن السلام هو عمل العدل. أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي أن التوافق على إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن ووقف جميع أشكال التدخلات الأجنبية إضافة إلى خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية كافة، كل ذلك يمثل الطريق المباشر لتحقيق الأمن والاستقرار في الدولة الليبية. جاء ذلك خلال لقاء العسومي مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا على هامش القمة العربية بالجزائر، حيث أكد العسومي على ثوابت موقف البرلمان العربي بشأن دعم كل ما من شأنه المحافظة على سيادة الدولة الليبية وكافة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إنهاء الأزمة هناك. أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر أن إجمالي عدد المتقدمين بأوراقهم للترشح للانتخابات التشريعية المقبلة بلغ 1427 مرشحا، مشيرا إلى أن عدد الطلبات المقبولة بشكل مبدئي من قبل الهيئة قبل مرحلة الطعن بلغ 1058 طلبة. وأوضح بوعسكر أن عدد طلبات الترشح المرفوضة بلغ 363 طلب ترشح، وأن أسباب الرفض جاءت بسبب وجود خلل في التزكيات ونقص الوثائق القانونية المطلوبة. إلى الملف اللبناني، حيث أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن اتفاق الطائف يكتسب أهمية قصوى باعتباره ركيزة أساسية لإنهاء الحرب الأهلية في لبنان التي خلفت خسائر بشرية وصلت إلى 120 ألف قتيل وأكثر من 300 ألف جريح. وقال ميقاتي خلال المؤتمر الوطني في الذكرى 33 لاتفاق الطائف الذي نظمته سفارة المملكة العربية السعودية بلبنان إن المؤتمر يؤكد مجددا أن المملكة لم تترك لبنان، مؤكدا أن اتفاق الطائف لا يزال الاتفاق الأصلح للبنان. حضر المؤتمر عدد من قادة الأحزاب والتيارات السياسية والوزراء والنواب والسياسيين والمرجعيات الدينية لمختلف الطوائف وممثليهم. هل بالفعل اتفاق الطائف يشكل المرجعية الأكثر مناسبية ودلالات حيئنا لهذه الذكرى مع تعاظم التحديات التي تواجه لبنان على مختلف الأصعدة؟ سؤال يطرح نفسه بقوة ونحاول الإجابة عليه وعلى تساؤلات أخرى في وقفتنا الحوارية القادمة في شؤون عربية. كونوا معنا بعد هذا التقرير.
دخل الشغور الرئاسي لبنان في خريف سياسي تؤكد كل المؤشرات أنه خريف مديد في بلد بات مفتت المفاصل مفتقدا للسياسة بمعناها الحقيقي. الشغور أو الخلو أو كل هذه الحالات ستنعكس طبعا تلبكا سياسيا وفوضى سياسية طالما أن النية هي في التعطيل وأن النية لم تنصرف إلى انتخاب رئيس للجمهورية للأسف الشديد. لكن لو كانت الأمور دون ما تدخل من السياسيين على هذا النحو السافر لكانت الأمور ببساطة قد جرت وفق الاستحقاقات الدستورية بانتخاب رئيس وبتشكيل حكومة جديدة، أو على الأقل في حالة تأخير في انتخاب رئيس دون الدخول في هذه النظريات السياسية كنا سنشهد انتقالا مؤقتا لصلاحيات الرئيس لحين انتخاب خلف له. فعلى وقع اللاءات الثلاث التي باتت تحكم المشهد السياسي اللبناني، لا رئيس لا حكومة ولا توافق، دعا رئيس البرلمان نبيه بري إلى جلسة لمجلس النواب الخامسة المقبل لانتخاب رئيس جديد لتكون الخامسة في ماراثون جلسات انتخاب الرئيس الفاشلة. السياسات الطائفية المنقسمة جعل لبنان ينزلق إلى أزمة حكومية غير مسبوقة مع عدم وجود رئيس للبلاد، فلطالما قادت المناورات السياسية التي يتطلبها تشكيل حكومة أو اختيار رئيس إلى ترك لبنان إما بدون رئيس أو بوجود حكومة تعمل فقط لتصريف الأعمال، لكنها المرة الأولى التي يجتمع فيها الأمران في الوقت نفسه. هذه الحالة الأولى أو السابقة في المشهد اللبناني حيث نشهد حكومة تصريف أعمال يراد لها أن تتسلم وكالة صلاحيات الرئيس، لكن هذا ليس مشهدا استثنائيا في غمرة التعطيل الذي يواظب عليه السياسيون ويتناوبون عليه في لبنان. لذا لم يكن غريبا على أن تحمل الأسرة الدولية الفرقاء السياسيين اللبنانيين تبعات الفراغ الرئاسي في ظل التخبط الذي يعيشه لبنان أمام مرحلة محفوفة بالمخاطر، حيث يكابد لبنان انهيارا ماليا قياسيا دفع معظم سكانه إلى هوة الفقر. كيف يبدو الخريف اللبناني الذي استهل به التقرير متابعته، وماذا بعد ولادة اتفاق الطائف منذ نحو 33 عاما؟ نحاول أن نستطلع الأجواء وربما نستشرف السيناريو القادم في لبنان على خلفية المعطيات الأخيرة في هذا الملف. ووجه تحية لضيفي الكريم في هذا اللقاء في شؤون عربية، ضيفي الأستاذ ماهر مقلد الكاتب الصحفي ومدير مكتب الأهرام في بيروت سابقا. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. كيف تنظرون إلى السيناريو في انتظار لبنان بالنظر إلى التطورات الأخيرة في هذا الشأن وهذا الفراغ الرئاسي الذي واجهته لبنان لأكثر من مرة على مدار السنوات الماضية؟ المشهد في لبنان يعني حقيقة هو يعني صدمة لكل متابع للواقع اللبناني، لكنه غير مفاجئ، ومن حسن الحظ أن المشهد لم يكن مفاجئا، وبالتالي هناك تقبل للواقع وهناك إدراك لكيفية التعامل مع هذا المتغير الجديد على الساحة اللبنانية. يوم 30 أكتوبر الماضي غادر الرئيس اللبناني السابق ميشيل عون قصر بعبدة، وفي نفس اليوم وقع قرار بقبول استقالة الحكومة، حكومة تصريف الأعمال. الموضوع طبعا صفحة تم طيها تماما، لأن لا يمكن بأي حال من الأحوال التسليم بعدم وجود سلطة تنفيذية قائمة في لبنان تتولى إدارة شؤون البلاد في هذا التوقيت الصعب. وبالتالي يعني اعتبر البعض أن قرار رئيس الجمهورية أو طلب رئيس الجمهورية الذي وجهه إلى المجلس النيابي يعني تحصيل حاصل وليس ذا دلالة بالغة في هذا الأمر. وفي نفس اليوم يعني غادر رئيس الحكومة تصريف الأعمال إلى الجزائر لحضور القمة العربية ورئاسة الوفد اللبناني في أعمال القمة العربية. المشهد في لبنان مشهد يعني معقد، مشهد مرتبك، لكن الحياة تسير وفق الثوابت الطبيعية. لكن ده خليني أسأل حضرتك سؤال، يعني بالنظر إلى الحادث على أرض الواقع في لبنان، هل بالفعل طويت هذه الصفحة
أم أن لبنان يدور في دائرة مفرغة وسوف نعود إلى ذات التحديات، الفراغ الرئاسي، الرئاسة، رئاسة الوزراء، الاستحقاقات الغائبة، عدم وصول الفرق السياسيين إلى أرضية مشتركة وغيرها من القضايا الشائعة؟ لا، حينما أتحدث عن طي الصفحة لا أتحدث عن أن مشاكل لبنان تم تجاوزها، لكن أتحدث عن طي صفحة رئيس الجمهورية السابق بكل ما كان يمثل ربما من متاعب للسلطة التنفيذية، ربما من عدم تفاهم مع الحكومة اللبنانية بإصراره على يعني تنفيذ بعض القرارات اللي كانت غير الموافق عليها في الشارع اللبناني. صفحة طويت، لكن لبنان الآن مقبل على تجارب مختلفة. لبنان الآن ينتظر انتخاب رئيس الجمهورية، وكما جاء في التقرير أن رئيس المجلس النيابي دعا يوم الخميس المقبل إلى جلسة خامسة للتصويت على انتخاب رئيس، وأعتقد أن نفس مصير هذه الجلسة سوف يكون يعني مصير الجلسات السابقة، ومن غير المتوقع يعني، ونتمنى عكس هذا التوقع، أن يتم انتخاب رئيس في لبنان قبل نهاية هذا العام، وربما يمتد الأمر إلى منتصف العام المقبل. ويعني ده في أبسط التقديرات، لأن الخلافات السياسية عميقة جدا بين القوى السياسية. مداخلي أسأل حضرتك، هل من معالجة غير تقليدية لهذا الانسداد المزمن في الأفق السياسي الذي عانته لبنان الفترة الماضية؟ الغير تقليدية يجب أن يتخلى القادة في لبنان عن قناعاتهم، عن مسألة العناد، عن مسألة الاستحواذ على القرار. يعني بالأمس تصريح، اليوم تصريح للزعيم الدرزي وليد جنبلاط بأنه لن ينتخب سليمان فرنجية في حالة تقدمه لرئاسة الجمهورية، وتمسك بأن المرشح المدعوم من الحزب الاشتراكي هو النائب ميشيل معوض. في نفس الوقت كان في تصريح قبله بيوم لجبران باسيل بأنه لن يدعم أي مرشح يعني لا يوافق عليه التيار الوطني، وبالتالي المعادلة هناك مصالح داخلية تعقد هذا المشهد. حل غير تقليدي حينما تتخلى العقلية اللبنانية عن العناد، حل غير تقليدي حينما تكون الأولوية في القوى الإقليمية هي حل المشكلة اللبنانية أو الإسراع في انتخاب رئيس لبناني. أعتقد أن المجتمع الدولي برغم كل الاهتمام الظاهر بالحالة اللبنانية غير مهتم بهذا الملف في هذا التوقيت، وفقا للأولويات الأخرى التي يفرضها الواقع في العالم. وبالتالي لبنان سوف يعاني طويلا من عدم وجود رئيس للجمهورية، لكن حكومة تصريف الأعمال كما ذكر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قادرة إلى حد ما على تسيير دفة الأمور، وحتى يعني بدون أن تعقد اجتماع يضم كل وزراء الحكومة، لأن هذا يعني وفقا لنص الدستور غير يعني مرن جدا، إلا في الحالات القصوى، حالة الحروب أو الزلازل أو الأوبئة أو ما شابه. لكن الحكومة الحالية يعني إذا صح توصيفها هي حكومة تسيير أعمال، بمعنى أن هي لا تملك أيضا صلاحية رئيس الجمهورية. يعني هل لديها المساحة لكي تمارس مهامها عملها وتشكل بحق جسر حتى نصل إلى التطلعات المرجوة في لبنان؟ هو الدستور اللبناني ينص على في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية تنتقل الصلاحيات بالتبعية للحكومة. رئيس الجمهورية السابق فطن إلى هذا الأمر وأصدر قرار باستقالة الحكومة حتى لا تتمتع بأن تكون حكومة كاملة الأوصاف، وهذا تعبير لبنان، لكن هي تبقى حكومة تصريف أعمال تعمل وفق الثوابت، وفق الثوابت التي تم الاعتماد عليها في السنة المالية السابقة. لكن يعني في الحالة اللبنانية يعني يجب أن تتصرف الحكومة بكل ما تملك من أدوات حتى تساعد الشعب اللبناني، حتى تتجاوز كل العقبات الصعبة التي يمر بها لبنان في هذا التوقيت، وهي عقبات اقتصادية، أمنية، سياسية، متنوعة الحقيقة، متنوعة. طيب لو حضرتك تسمح لي، هي فرصة أن نستحضر اتفاق الطائف على الرغم من ميلاده منذ 33 عاما، إلا أن هناك البعض أو الكثيرون بينظرون إليه بصفته المرجعية الأكثر مناسبية للتعاطي مع المشاكل بالضبط كده.
اتفاق الطائف طبعا يعني النهارده كان في احتفال كان نظمه السفير السعودي السفير وليد البخاري سفير المملكه العربيه السعوديه في لبنان في مناسبه مرور 33 عام على توقيع اتفاق الطائف بين القوى اللبنانيه. وطبعا كما جاء في التقرير حضر الاحتفال عدد كبير من القاده اللبنانيين من قاده القوى السياسيه اللبنانيه. هو تذكير بان دور اتفاق الطائف قائم لأنه ضبط المعادلة السياسية في لبنان وأوجد نوع من التفاهم بين القوى السياسية وكان يمشي بموازاة الدستور اللبناني في توزيع يعني التوزيع المواقع في لبنان على القوى كلها. هل يصلح أن يكون مرجعية ولا محتاج تعديلات؟ لبنان الآن لا يملك أرضية الجلوس بين القادة على تغيير أو التفاهم. يعني لو حدث هذا الباب تم فتح هذا الباب اعتقد انه سوف يكون مجالا للخلافات للمزيد من الخلافات لان اي اتفاق يحتاج الى ارضيه تفاهم فحينما يجتمع الفرقاء في لبنان تبدا الخلافات وتبدا يعني العناوين الفرعيه البدايات من نقطه غير النهايات وبالتالي لا يمكن غير مرحب الان في لبنان بالحديث عن طب لو تعاملنا معايا يا استاذ ماهر من منطق الدروس المستفاده يعني ما ابرز ما ينبغي ان يوضع في الاعتبار في هذا السياق؟ الدروس المستفاده انه يعني استعاده الوحده بين اللبنانيين اوجد نوع من ارضيه التفاهم بين اللبنانيين يعني حد تماما من مساله اللجوء الى استخدام القوه او استعراض بالقوه في نفس الوقت أرضية سياسية متفق عليها يعني حتى يعني ساعد في أن تكون لكل الطوائف يعني نسبة معينة في المناصب في الدولة في البرلمان في الحكومات في دواوين الوزارة أوجد أرضية يعني قاسم مشترك بين القوى اللبنانية. لكن الحديث عن اتفاق جديد يحتاج إلى دولة ترعى هذا الاتفاق وتكون هناك ويكون هناك نوع من الرغبة الحقيقية في الداخل اللبناني للتفاهم على يعني دستور جديد أو على اتفاق طائف جديد. حدث في اتفاق الدوحة يعني حتى لا ننكر ذلك في 2008 اتفاق الدوحة قبل انتخاب الرئيس اللبناني العماد ميشيل سليمان حصل يعني نوع من حصل نزل حزب الله إلى الشارع في أحداث أيار أو أحداث مايو الشهيرة ويعني أحدث نوع من الفوضى الكبيرة في لبنان على خلفية هذا الاجتياح يعني بمساعدة جامعة الدول العربية ودولة قطر استطاعت أن تعقد مؤتمر في الدوحة وسافر لحضور هذا المؤتمر كل القيادات اللبنانية بما فيهم رئيس الجمهورية رئيس المجلس النيابي رئيس الحكومة كل قادة القوى اللبنانية وجرى يومها الاتفاق على أن يتولى رئيس الجيش رئاسة الجمهورية وأن يتم انتخاب رئيس للحكومة ويعني استطاع أن ينزع فتيل أزمة سياسية وأمنية كبيرة في لبنان لكنه لم يقترب من اتفاق الطائف لأن اتفاق الطائف زي ما قلت حضرتك يحتاج إلى إرادة داخلية والإرادة الداخلية غير موجودة في لبنان. التكريس لمفهوم الدولة الوطنية يعني هو منحى يعني يتبناه كثير من العرب وعلى رأسهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة بيشدد عليه. أين لبنان من هذا الكيان مفهوم الدولة الوطنية وكيف يمكن بالفعل أن يثبت في مواجهة التحديات الراهنة؟ بالتأكيد لبنان يعني البعض يتحدث عن لبنان بأنها بلد ديمقراطي تمارس فيها يعني نوع من الحراك الديمقراطي لكن للأسف حينما ننظر إلى الأمر عن قرب يعني هو بعيد تماما عن المفهوم الحقيقي للديمقراطية. ما يحدث في لبنان ومسألة طائفية يعني مرفوضة تماما وهناك أصوات عديدة وعلنية وكثيرة في الشارع اللبناني وداخل المجلس النيابي بما فيهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري يتحدث عن ضرورة إلغاء الطائفية السياسية في لبنان وأن حتى يكون التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية من جميع اللبنانيين يعني يكون كل لبناني له حق التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية وإلغاء نسبة المحاصصة اللي هي في الدوائر سواء في المجلس النيابي أو حتى في الحكومة أو حتى في دواوين الوزارة. لكن للأمانة حينما ننظر إلى الأمر من قريب نجد أن لبنان يتكون من 18 طائفة وهو بلد مساحة جغرافية صغيرة. حضرتك تسمح لي أستوقفك في هذه الجزئية لأن هي بالغة الأهمية والخطورة في ذات الوقت. يعني
نظر الطائفية تتصاعد يوما بعد يوم، ليس فقط في لبنان لكن في ملفات أخرى، وأيضا تتعالى الأصوات مطالبة بأن يكون في مقاربة شاملة مع هذا المظهر الخطير مع الطائفية، لأنها لا تقتلعها من جذورها، يعني دوما تحاول أن تشكل مسكنات لكنها لا تعالج الأسباب الحقيقية وراء ما ألت إليه أوضاع طائفية في أكثر من بلد عربي. ماذا تقولون في ذلك؟ هو لبنان الحالة يعني ممكن تبقى حالة تتماشى مع دول كثيرة جدا، لكن لو تمتعت بنوع من الخصوصية الحالة اللبنانية، 18 طائفة لما بقول على مساحة جغرافية صغيرة جدا، فبالتالي الدستور اللبناني أو اتفاق الطائف أوجد حقوق للطوائف لا يمكن تجاوزها، وبالتالي الحديث في لبنان يتحدث البعض حتى السياسيين عن التوافق، عن العيش المشترك، عن أن ما فيش طرف في لبنان يستطيع أن يتجاوز الطرف الآخر، لكن فكرة الطائفية مرفوضة تماما، ودرجة الوعي في لبنان ارتفعت بدرجة كبيرة جدا ضد مفهوم الطائفية. كان في السابق الطائفية تحقق مكاسب لكل طائفة، تحقق مكاسب لأنصارها ولمن ينتمي لهذه الطائفية، وحتى الآن يعني الطائف تمنح من ينتمي للطائفة مكاسب وحقوق يعني قد لا تمنحها الدولة اللبنانية. لكن ما يميز الدولة اللبنانية، يعني ما يطمئن على الدولة اللبنانية، أن الجيش اللبناني هو الجيش الوطني الذي يجمع بين صفوفه كل فئات المجتمع وكل طائف المجتمع اللبناني تحت العلم اللبناني. نعم، ده خليني برضو يمكن حركة الجزئية دي حقيقة مهمة جدا، لكن عايزة أتوقف معها قليلا. يعني هذا التوحد يعني أو هذا النسيج الموحد هو الحاضنة للتنوع والحامي والدرع لها من أن ينفذ من خلالها أي مواطئ قدم خارجية تضر بالوضع الداخلي للبلاد بشكل عام. يعني ما أهم ما يعيق حدوث هذه الوحدة داخليا وخارجيا؟ زي ما قلت حضرتك، تنازع المصالح. يعني بالتأكيد يعني كل طائفة تبحث عن أن تكون لها يعني نسبة وازنة في المجلس النيابي، نسبة وازنة في الحكومة، أن تحظى بمنصب رئيس الجمهورية، لكن هذا الأمر غير متاح حاليا في لبنان. زي ما قلت لحضرتك، لبنان بلد صغير، 18 طائفة على تعداد سكان 5 مليون، يعني أكبر طائفة في لبنان يعني تجاوزا تعداد سكانها 500 ألف، أكبر طائفة في لبنان. فتخيلي العدد يعني صغير جدا، فبالتالي لو في طائفة واحدة احتكرت السلطة واحتكرت كل المناصب، أعتقد أمر سوف يضر كثيرا بباقي الطوائف في لبنان. وبالتالي صيغة التعايش القائمة في لبنان صيغة يعني تبدو مناسبة بعض الأمر، لكن الحديث عن الطائفية يختلف تماما عن هذا الأمر. الحديث عن الطائفية في لبنان درجة الوعي ارتفعت بأنه يمكن ومن المفروض أن يتم انتخاب أي لبناني ذو كفاءة ودون أن يكون ينتمي للطائفة التي أنتمي لها. يعني يجب أن يكون هناك تفضيل للكفاءة، تفضيل لقيمة العلم، تفضيل للخبرة على أهل الثقة. دي المشكلة اللي بيعاني منها لبنان. لبنان يعني أحيانا نجد مع كامل التقدير وكامل الاحترام للمسؤولين في لبنان، ربما يكون يمثل لبنان مسؤول يعني تقديره في الكفاءة ربما يكون متوسط، في حين يتمتع الشعب اللبناني بوجود مثلا آلاف الكفاءات. للأسف لأن بيكون في نصاب أو نسب تمثيل محددة، يعني هو اللي بيتم الانطلاق من خلالها وليس مفهوم الكفاءات. أهل الثقة وزعيم الطائفة أو قائد الحزب السياسي أو زعيم الحزب السياسي يتمتع بالصلاحيات المطلقة في اختيار من يراه. مبدأ الولاء طبعا أساسي في مسألة الاختيار حتى بين أبناء الطائفة، يعني هناك نوع من التذمر داخل الطوائف بأنها الطوائف لا تنتقي الأفضل لتمثيل الطائفة أو لتمثيل لبنان، بل يتم اختيار أهل الثقة. لبنان في هذا المخاض منذ عقود من الزمان، لكن أضيف لهذه التحديات في السنوات الأخيرة الوضع الاقتصادي الخانق. هل بيتم التعامل مع الأزمة اللبنانية المتداخلة اللي ليها وجوه كثيرة جدا من هذا المنطلق في إطار منظومي؟ لا، الوضع الاقتصادي في لبنان للأسف يعني فلت، بمعنى آسف في التعبير، لكنه يعني خرج عن المسار الطبيعي جدا.
بدليل انه عدم السيطره على العمله اللبنانيه، عدم السيطره على يعني دوره العمل في المراكز الصحيه، في المستشفيات، في كل اجهزه الدوله، اعتقد انها خارج نطاق الخدمه بالكفاءه المطلوبه. الوضع الاقتصادي في لبنان وضع يعني صعب وصعب جدا، والحكومه الحاليه لا تملك اي حلول للتعامل مع هذا الواقع، لكنها هل في حلول دستوريه بما ان يعني فكره الصلاحيات غير مكتمله في هذا التوقيت؟ يعني هل في مجال للأفق الدستوري؟ يعني في هذا التوقيت حينما تتدخل الحكومه دستوريا يعني تفسد اكثر في الامر مما تفيد، وحدث من قبل حينما تدخلت حكومه الدكتور حسان دياب التي جاءت بعد استقاله سعد الحريري، واتخذت قرارات بوقف لبنان، بتوقف لبنان عن دفع الاستحقاقات الماليه للمؤسسات الدوليه وتجميد ارصده المودعين في البنوك. كانت النتيجه يعني ماساويه في لبنان، وتم يعني اصبحت لبنان دوله شبه مفلسه، وتراجع التصنيف اللبناني الانتماء العالمي بدرجه يعني غير مسبوقه، وفي نفس الوقت اوجد نوع من الازمه الاقتصاديه الكبيره التي يعاني منها المواطن اللبناني الذي فقد كل يعني هو كل ما يملك من ارصده في البنوك اللبنانيه، واصبحت البنوك تمنح كل مواطن يعني مبلغ يعني زهيد بالعمله اللبنانيه كل شهر، في ظل ان يعني سعر العمله اللبنانيه يتهاوى مقابل الدولار الامريكي، وبالتالي ما يحصل عليه من البنوك كل شهر لا يكاد يكفي مثلا الاشتراك في الكهرباء اللي هي الاحتياطي وليست نعم. الدوله كهرباء الدوله اللبنانيه. كيف تنظرون الى ظهير العربي؟ يعني نحن ازاء قمه عربيه، يعني بالتاكيد على جدول عملها الكثير من الاولويات والقضايا العربيه طاحنه، يعني كيف تبدو لبنان في قائمه الاولويات العربيه؟ يعني القمه العربيه اللي كانت في الجزائر يعني بالتاكيد تناولت كل الملفات، لكن لبنان غائب سياسيا، يعني لبنان بدون رئيس. يعني كان مهم جدا يبقى في رئيس لبناني حاضر للقمة العربية. التوقيت لم يخدم الملف اللبناني هذه المرة، حضرتك تقصد؟ يعني اعتاد لبنان على هذا الأمر، والدول العربية يعني كانت تتمنى أن تكون هناك حكومة مستقرة في لبنان. المجتمع الدولي أو كل دول العالم كانت يعني تراهن على أن تكون الحكومة اللبنانية حكومة يعني مكتملة الأوصاف، حكومة حقيقية مستقرة، وأن ينجح لبنان في انتخاب رئيس جديد للبنان، إدراكا للمسؤولية الكبرى التي يعاني منها لبنان. للأسف أزمات عربية كثيرة تحتل الصدارة، يعني ليست بالتأكيد لبنان فقط. والدول العربية على الرغم من كل ما تقدمه من مساندة ودعم للبنان تنتظر أن يكون الداخل اللبناني على قدر المسؤولية، وأن يجنب الخلافات الداخلية، وأن يتقارب اللبنانيين في منتصف الطريق حتى يتجاوزوا آثار الماضي، وأن ينظروا للمستقبل بنظرة فيها نوع من التفاؤل، نوع من الثقة بين أبناء البلد الواحد. سيد ماهر، عندما يضعف الداخل بينفذ الأطراف الخارجية، يعني حتى وإن كان من باب الوساطة، يعني عندما يتحدث عن الخارج أو التدخلات الدولية البعض بيكون محمود والبعض الآخر ربما بنصفه بشكل يعني أكثر مصداقية بأنه هو مسعى لإيجاد مصالح شخصية ومواطئ قدم خارجية في أكثر من ملف. حديثا عن لبنان، ماذا تقولون في هذا الشأن؟ للأسف القوى الإقليمية اللي لها مصالح في داخل لبنان للأسف تتصرف بنوع قد يضر بالمصلحة اللبنانية، ولا يعني لسنا في مجال الحديث تحديدا عن قوى اقليميه تعبث في الداخل اللبناني، ولبنان لا يتحمل كل هذه الضغوط الخارجيه من القوى الاقليميه، لان الاطراف الداخليه في لبنان مرتبطه بشكل او باخر بالقوى الاقليميه من خلال استقبال الدعم والمعونات والمساعدات الماليه، وبالتالي يتاثر القرار الداخلي اللبناني تاثيرا بالغا بالقوى الاقليميه. ولبنان البلد يعني بلد عربي شقيق، لكن في ظواهر سياسيه غير مفهومه. يعني في لبنان يعني موجود مثلا على سبيل المثال ما تقديرنا طبعا لسوريا، الدوله العربيه الشقيقه اللي بنعتز بيها ونتمنى ليها كل تقدم، وان تنتهي سريعا كل الحروب الدائره في سوريا، وان ينعم الشعب السوري بالحريه، وان يعود كل الاشقاء السوريين من شتات العالم الى سوريا كما كانت دوله مزدهره. يعني في لبنان على سبيل المثال يعني في حزب اسمه الحزب القومي السوري
الحزب الاجتماعي السوري داخل لبنان. وحينما يعني كنت عايش في لبنان، ربما مثلا حينما يتحدث يعني يتحدث لبناني زعيم سياسي او قائد حزب بالاشاره السلبيه عن دوله ما لا اذكر دوله بعينها، يعني يتبارى العديد في الرد عليه والتهجم عليه واعتباره انه يعني كفر حينما يتحدث، لكن حينما يذكر اي احد لبنان الوطن بسوء لا احد يتحدث. وده دي المشكله في داخل لبنان، ان البعض يتحمس للخارج اكثر وبدرجه حماسيه اعلى بكثير مما يتحمس للبنان، لكن الجيش اللبناني وقوى الامن اللبنانيه المساله اذا كانت صحيحه يعني بتحكمها بالتاكيد عوامل كثيره، يعني لان المساله الحقيقه بالغه التشعب. يعني تتويجا لهذا اللقاء، بما اننا كنا بنتكلم عن الادوار الدوليه، لو هنخص بالذكر يا فندم الدور الفرنسي، لانه دور تاريخي يعني في خلفيه تاريخيه طبعا وسجال كبير بين البلدين فرنسا ولبنان، وكانت في طبعا يعني دعم اقتصادي فرنسي للبنان في هذه المحنه، لكن دوما كان مرتبط باستكمال الاستحقاقات خاصه الفراغ في الرئاسه وفي رئاسه الوزراء في اوقات سابقه. طيب لبنان يعني مرتبط بفرنسا ارتباط كبير جدا، والثقافة الفرنسية يعني طاغية في لبنان، ويعني تقريبا 70%، ما عنديش إحصائية لكن تجاوزا ممكن نقول 70% من الشعب اللبناني يجيد اللغة الفرنسية ويتحدث بالثقافة الفرنسية، والاهتمام الفرنسي يعني اهتمام حقيقي في لبنان. لكن للأسف خلال السنوات الأخيرة أصبح في نوع من العناد الداخلي في لبنان، يعني تنكسر أمام هذا العناد كل المبادرات الفرنسية وغير الفرنسية. الرئيس الفرنسي زي قبل كده قلت إن زار لبنان العام الماضي مرتين متتاليتين، يعني مرة مع أحداث تفجير مرفأ بيروت، ومرة في مئوية لبنان الكبيرة، يعني بمناسبة مرور 100 عام على لبنان الكبير، وحتى كانت الزيارة لها طابع اجتماعي سياسي، يعني يومها راح زار الفنانة الكبيرة فيروز في بيتها، وكانت زيارة الرئيس الفرنسي لمنزل السيدة فيروز كان حدث كبير، ويعني تابعناه كلنا من خلال وسائل الإعلام، وعقد في مقر السفارة الفرنسية في لبنان اجتماع كبير مع كل الزعماء اللبنانيين بهدف يعني حثهم على الإسراع في تشكيل حكومة، وكلهم وعدوا لكن للأسف كل الوعود ذهبت يعني بعيدا عن التحقيق. للاسف هي فعلا واحده من العقبات ليس فقط في لبنان ولكن في ملفات عده وعلى اكثر من صعيد، هي عدم الوفاء بالتعهدات. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ ماهر مقلد الكاتب الصحفي ومدير مكتب الاهرام في بيروت سابقا، شرفتني يا فندم. شكرا، شرفتني. مشاهدينا الكرام اشكر لكم حسن المتابعه والقيكم الاسبوع القادم في نفس الموعد والمزيد من الشؤون العربيه على شاشه قناه الاخبار. الى اللقاء.